انطلقت فعالية الملتقى السنوي الثاني للمجامع التطوعية في البلاد تحت شعار من أجل الكويت تطوعنا. ويأتي الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب والرياضة لدعم ورعاية الشباب لا سيما المتطوعين في مختلف المجالات الاجتماعية. تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف، انطلقت فعاليات الملتقى السنوي الثاني للمجامع التطوعية الناشطة في البلاد والذي تنظمه الهيئة تحت شعار من أجل الكويت تطوعنا. وأكد ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال الملتقى حرص الهيئة على دعم ورعاية أنشطة الشباب المنخرط في المجموعات التطوعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيرين إلى أن الهيئة وفرت مواقع لهذه المجموعات فضلا عن الدعم المادي لأنشطتها. نتكلم عن المجامع التطوعية في الدولة، نتكلم عن مشروع شبابي له بصمة كبيرة في إثراء المجتمع الكويتي. ويأتي الملتقى بهدف تعزيز نشاط المتطوعين الساعي لخدمة مجتمعهم في مختلف المجالات الخدمية والبيئية ورعاية الأسرة والأطفال وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. الهيئة العامة للشباب والرياضة وفرت اللي تقدر عليه من المقرات والموازنات والأنشطة يعني لكم، وأيضا الهيئة أطلقت الحرية للشباب ليعمل وفق القانون ووفق المنظمة. وتضمن الحفل تقديم أوبريت بعنوان من أجل الكويت وعرض مرئي يستعرض إنجازات وإبداعات المجموعات التطوعية إلى جانب تكريم 34 مجموعة تطوعية.